لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنا كنفوت هاد البانسة هادي بسنتيم وكنحط البواطة ديالي فاش كنبغي نخدمها. البواطة راه كتبقى ليا 5 سنتيم حرة. هادي البواطة الجيب وهادي البواطة ديال الجيب. هادو مخزانيين كيتخدمو في الكساوي ديال المخزن، يعني الكساوي ديال التشريفات. هنا في البانسة درت 2 سنتيم، هنا كنخرج ب 2 سنتيم اللي درت في البانسة، باش ملي كنشد البانسة هذا كيدخل كيتقاد ليا مع هذا. الا كنت خرجت هنا، الا كنت خرجت مثلا زدت مثلا الزياده هنايا غادي نزيد عليها على 2 سنتيم. ما عرفتش فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش. نلاقي هاد النقط هادو، هادي مع هادي. نلاقي هاد النقطة مع هاد النقطة مع هاد النقطة. المسطره راه كانوا تسالاو ليا، هذوك اللي طلبوهم ليا وقلت لهم تسالاو، دابا راه صايبتهم. صايبت المهم واحد الكميه بعدا نلبيو بعدا الطلبات ديال اللي مطلوبين. نلاقي هاد النقطه مع هاد النقطه. المسطره ديالي درتها في الظهر بومبيل تحت، هنا غنديرها بومبيل فوق. دابا غناخد القياس ديال الضوفة باش نلقاو باش نحطو الحساب ديال التيكوطي. عندي 61 في الصدر، هادي 61 كنحطها هنا وما كنحسبش قيمة الخياطة، وكنزيد عليها الضوفة من هنا. هادي راه القيمة ديال الصدايف، وهادي 2 سنتيم اللي غتكون داخلة من اليمين حتى لهنا. كنحسبش القيمة ديال الخياطة، مازال مزدتهاش هنايا، بقات ليا هنا في التيكوطي 14 سنتيم. هنا في الكرش عندي 60، وكنحط 60 ديالي هنا، وكنحسبها حتى لهنا. هاد 2 سنتيم يعني ما كنحسبش هاد 2 سنتيم اللي خارج بها هنا، ها هي خارج بها هنا. وحسبت هادي وما حسبتش هادي، وإلا ما حسبتش هادي غادي نحسب هادي. يعني هادي دابا حسبتها، ولكن هادي ما حسبتهاش. بقات ليا هنا 18. السيد عنده كريشة تبارك الله. الحوض غادي نديرو 61، ها 61 حتى لهنا. ما كنحسبش القيمة ديال الخياطة، وكنجي هنا كندير نحط داكشي اللي بقى ليا. اوكي 61 من هنا لهنا، ما كنحسبش القيمه ديال الخياطه. هادشي اللي بقى ليا كنحطو هنا، ما كنحسبش القيمه ديال الخياطه، وهاد قيمه الازرار والقيمه اللي غتدخل من اليمين حتى لهنا. عندي 18.
كنجي هنا كنزيد القيمه ديال الخياطه، هنا نزيد قيمة الخياطة، نزيد هنا قيمة الخياطة، هنا كنزيد قيمة الخياطة، وهنا ما كنزيدهاش. هنا ما كنزيدهاش لأن هذا خصو يكون أكثر، هذا خصو يكون أكثر من هذا اللي كنلاقيهم. غنلقاو هذا أكثر من هذا بسنتيم، باش ملي كنبغيو نزديوه كنديرو ليه لومبيل داك السنتيم هنايا، كيعطينا الراحة في الدار. وهادي كندوروها تجي دايرة، متجيش بوانتية، باش كتجينا ساهلة في التركاب ديال الكول. وهنا نزيد قيمة الخياطة، هنا هادي واخا مقاده كاع مع الكول. وي السلام عليكم سوداد دا. وعليكم السلام. فين عمي دار ياك؟ ما تتفاجئ. اييه صافي غنقطعو دابا. واه شي مشكل هاني خسرت الكول. ندير بوز؟ لا لا خلي انت تتكلف. هانية هانية واسمع عليا انا ما بغيت عمر شي واحد هاني دا انا لا غفران. يلا ما تهضرش، انت خذ راحتك وانا نكمل شغل. دابا غنجيو للبتيكوطي، ناخذو هنايا نديرو زاويه قائمه، باش نخليو هنا القيمه ديال الخياطه. هانتوما غنخلي هنا القيمه ديال الخياطه، ناخذ هنا واحد الخط غير من الحوض للتحت. كنجي كندير 18 اللي لقيت في الحوض، نمددو هاد الخطوط شويه هنا. 18 غادي نحط هنا 18، واخا نزيد كاع واحد السنتيم ميكونش المشكل. ها 19 كنقسمها على جوج، هادشي اللي حطيت هنا غنقسمو على جوج. هاد النقطة هادي ندير عليها الزاوية قائمة، غادي ندير إشارة هنا وندير إشارة هنا. غادي نجي هنا عندي 18، هاد تسعود، هاد 18، هنا عندي 14، سبعة أنا زدت سنتيم، سبعة ونص، 15. دابا غنلاقيو هاد النقط هادو، وخا تجينا هادي غادي نيشان ما فيها واحد شويه
نلاقيو هادي ونطلعوا هنا الفوق، يعني هذا نحطوه هنا. نلاقيو هادي مع هادي، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. البتي كوطي ديالي هو خرج، قالت لي شو هنا شد لينا البتي كوطي والدوبا، وهنا ما يخرجش لينا من طبيعة الحال الدار. درنا 21 في الفتحة، 21 وخرجنا هنا 4 سنتيم، وهنا نزلنا 2.5. هنا كنتحققوا من هاد نتوما، داكشي هو هذاك. نزيدو القيمة ديال الخياطة باش نقطعو البتيكوطي ديالنا. هنا راه ما فيهش ميلان، هنا راه مسطرة، الميلان كاين من هنا لهاد الجهة. السنتيم اللي خليت الخيمة الخياطة هو تلاقى نيشان مع هذا. غادي ننزلو له هنا 1.5 سنتيم، عندو كريشة، واخا القياس ديالو جاي مساوي ننزلو له داك السنتيم. نقطعو لافيس ديالنا ان شاء الله. هنا ما زدناش قيمة الخياطة، هنا بعض الخطرات كنزيدها، المهم هاد الخطرة ما زدتهاش ولكن ما كاينش المشكل.
الكاره وسهلين. كيما نديرش الحطه مصادر التفصيل، الدقة والسهولة في عالم الخياطة. تم تصميم مصادرنا بعناية فائقة لتوفير دقة استثنائية وسهولة الاستخدام، صنعت من مواد عالية الجودة تضمن لك دقة لا مثيل لها في التفصيل وراحة خلال العمل. احصلوا عليها الآن واستمتعوا بتحقيق أعمال خياطة متقنة ومميزة. شكرا لثقتكم بنا.